أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين الصنم والوثن؟ من حيث الحكم لا فرق، ولكن من حيث الحقيقة الصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان من ذوات الأرواح، وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله وهو على غير صورة حيوان كالقبر. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكل الأشجار والأحجار هذه أوثان. نعم.